انا خايفة الرجالة تعملي بلوك بعد الفيديو ده، عشان هقول لكم عن اكتر ست رجالة متعبين، اكتر ست رجالة مرهقين جدا في العلاقات العاطفية. لو انت هترتبطي بيه او انت في علاقة معاه، تخلي بالك قوي ان العلاقة دي هتكون توكسيك وهتكون متعبة قوي ليكي، وانت هتحسي باجهاد، ويا اما هو هينجح انه يسيطر عليكي ويمشيكي زي ما هو عايز، يا اما العلاقة هتفشل 100%. ولو انت من الابراج الهوائية او النارية، اعرفي ان العلاقة دي مش ممكن هتعيش ولا ابدا هتستمر، لانها في الاخر هتفشل. تعالوا مع بعض نشوف في المركز السادس رجل الجدي الترابي. طبعا كلنا عارفين ان رجل الجدي الترابي رجل عقلاني جدا، بيحب نعم وحاضر ومسيطر جدا، وبيحب يمشي كلامه، وفي الاول وفي الاخر كلمتي اللي هتمشي وانت هتقولي حاضر ونعم. لو انت من الابراج المائية او الابراج الترابية، هتنفعي مع رجل الجدي وهتقدري تتحملي رجل الجدي، غير كده العلاقة هتفشل بنسبة 100%. في المركز الخامس العذراء. رجل العذراء طبعا رجل عملي جدا، يعني عنده نعم وحاضر وبس، هو دايما شايف ان رأيه الصح، ودايما شايف ان قراراته 100% هي اللي لازم تتاخد، ففي الاخر هتلاقي نفسك بتسمعي الكلام وبدون نقاش. في المركز الرابع رجل العقرب. رجل العقرب يبان ان هو ديمقراطي، ويبان ان هو بياخد ويدي، لكن في الاول وفي الاخر اللي في دماغه هو اللي هيمشي. ممكن يقولك اوكي وحاضر واللي انت عايزاه، لكن في الاخر هو هينفذ اللي هو مقتنع بيه لوحده، ما عندوش تفاهم. برج العقرب ميزة فيه ان هو بيعمل في صمت، يعني هو مش هيتناقش كتير معاكي، ممكن يسكت لكن الاخر كلامه اللي هيمشي. في المركز الثالث رجل الثور. طبعا كل ما بنعلى بتعلى معانا نسبة النرجسية. رجل الثور من اكتر الابراج النرجسية. رجل الثور ما عندوش حاجة اسمها نقاش او اقول انا او رأيك او اسمع الكلام او اغير رأيي، لا، رجل الثور دايما مقتنع ان هو ما بيغلطش، دايما مقتنع ان هو على حق، وهيحاول يقنعك طول الوقت ان انت اللي لازم تسمعي كلامه، وانت اللي لازم تقولي حاضر وتمشي وراه وانت مغمضة. المركز الثاني رجل السرطان. رجل السرطان من اكتر العلاقات المجهدة نفسيا جدا جدا، لان السرطان لما بيحب حد بيبقى عايز يسيطر عليه، عايز يحط جواه ويخبيه، وفي نفس الوقت ممنوع يكون في رأي احسن من رأيه، وممنوع يكون في حد يعدل عليه ولا يقبل ان انت تقولي له انا رأيي صح وانت رأيك غلط، الموضوع ده مرفوض نهائي. في المركز الاول رجل الاسد الناري. رجل الاسد مفيش عنده تفاهم، رجل الاسد تمشي وراه وانت مغمضة وتسمعي كلامه، وكل حاجة يقولها هي الصح. عايزة رجل الاسد يحبك دايما تنفخي فيه، دايما تحسسيه ان هو اعظم راجل في الدنيا، ان هو احسن انجازاتك، وان هو من نعمة ربنا عليكي. رجل الاسد عنده نرجسية غير طبيعية. الابراج اللي انا قلتلكوا عليها دي علاقتهم بتكون متعبة جدا، والابراج دي عندهم نرجسية عالية جدا، يعني ما ينفعش تقفي الند بالند، وما ينفعش ابدا تقولي رأيي ورأيك، هو رأي واحد وهو قرار واحد.